يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كنت أصلي الفجر بعد طلوع الشمس، فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل علي أن أقضي ذلك مأجورين؟ إذا كنت تؤخرها متعمدا فإنها لا تصح منك، ولكن يجب عليك التوبة والمحافظة على الصلاة. أما إذا كان تأخيرها لنوم أو لنسيان فإنك تبادر بقضائها متى ما ذكرتها أو استيقظت من النوم، تبادر بقضائها. نعم.